بس اداء كويس وكان واضح الشغل. بس خليني برضه اروح لجنه. جنه بدايه الموسم كان يعني اكيد كان موسم مرتبط، ودايما انتوا عارفين مرتبط بيبقى عليه الضوء وعليه السبوت والدنيا. ما كنتوش قلقانين ولا كنتوا مستنيين الفتره؟ انت الاول مواليد كام؟ 2006. 2006 يعني انت كنت الجيل السن الكبير صح؟ في 2005 معاك. ايوه. طب بدايه الموسم ابتديته ازاي؟ كنت قلقانه ولا كنت مستنيه الموسم ده؟ والله احنا حضرتك اول ما عرفنا ان كابتن ماجد هيمسكنا احنا عرفنا ان احنا خلاص احنا ان شاء الله كل حاجه هناخدها ونكسب ان شاء الله. بس احنا طبعا في الاول يلا كابتن ماجد يلا يلا العب كتير والنبي كابتن. لا هي بتقول بتعب طبعا، يعني هي تعبانه معايا جدا، هي كابتن الفرقه فعليها مسؤوليات كبيره يعني. هي بتقول بحب وبشعرها طبعا. وطبعا احنا تعبنا جدا جدا في اول السيزون، واحنا انا شايفه صراحه ان احنا كنا مستحقين جدا ان احنا نكسب. بس الفيرست تيم عادي ربنا ما كرمهمش، حاجه طبيعيه جدا. هم السنين اللي فاتت كلها سندونا عادي، واحنا كان دورنا السعيد ان احنا نسندهم، بس ربنا ما كرمهمش عادي. بس طيب ايه اصعب ماتش لعبتوه في المرتبط انت فاكره؟ السنه دي هو انا شايفه من راي سموح الماتش الاول ولا الثاني؟ الاول احنا ما توفقناش والثاني كسبناه. لا احنا العكس لا الاولاني كسبناه والثاني بس كان خلاص تقريبا النتيجه محسومه. هو الثاني ماتش كان صعب شويه لان كمان احنا ما كانش معانا كابتن ماجد فيه، فاحنا كنا الموضوع كان صعب شويه. ليه بقى ما كانش معاكم؟ كان ظروف ماتش السيد، كان قرار الاتحاد المصري ان هو يوقفنا ماتشين السيمي فاينل، فاحنا احترمنا القرار وما قدمناش اعتراض على حاجه، وده قرار احترام. بس الحمد لله يعني الحمد لله انا عشان كابتن مودي معايا من اول الموسم، فكان واحنا متفقين على سيستم معين، فالحمد لله كان الكوميونيكيشن ما بيننا كويسه جدا الحمد لله. مستر اجوستي نفسه غاب مباريتين في الفاينل وربنا كرمنا يعني. بالظبط. طالما انت محافظ فرقتك الدنيا ما فيهاش مشكله خالص. التيم ورك هنا اذا كان فرقه او اذا كان الجهاز المعاون او اذا كان مديرك، حتى لما يحصل سيتويشن زي ده وانت ما كنتش موجود والفرقه تطلع رجاله ويقفوا في الملعب ويقفوا وقفه رجاله فعلا ويثبتوا ان هم فرقه كبيره مش فرقه صغيره، فالحمد لله ربنا كرمنا يعني. ممتاز. طب جنى قولي لي انت احلى ماتش لعبتيه بقى انت بقى. انا عن نفسي طبعا شايفه انا الفرقه كلها بتعمل اللي عليها والفرقه كلها بتلعب حلو. انا مش انا شايفه ان انا بلعب في كله زي بعض يعني مش كله كويس. كله كويس كله حلو. لا بس انت مش فاكره ماتش مثلا يعني لاتش معاكي في انت مش لازم يكون اعلى سكور يعني، بتكلم ان انت ماتش حسيتي ان انت فارقه مع الفرقه، مش فاكره ماتش؟ والله هو في ماتش كان سبورتنج الاخير كان حلو. الثاني كان حلو. انت حسيت ان انت كنت فايقه؟ ايوه كنا فايقين كلنا صراحه، وكل ما بجيب حاجه وحاجه فرقه تحمسني اكتر، انا عايزه اجيب اكتر وعايزه اعمل ديفنس وعايزه العب الفرقه معايا وكده. طب كويس انت فاكره ده.